لي اقعد معاكم يعني انتوا حبايبنا واصحابنا. هو انت عارف يعني من الحاجات اللي شخصيتي اللي انا ببقى بعيد شويه عن الكاميرات والكلام ده. فبالنسبه لي انا تجربتي مع نادي الاهلي يعني تجربه هايله، يعني اي واحد يتمناها. نادي الاهلي نادي كبير، بطولات، القاب، بيفتح لك مجال كتير وكبير قوي في بالنسبة لإفريقيا وبالنسبة لأوروبا برضو. فأنا شرف لي ألعب في نادي كبير زي النادي الأهلي. فبالنسبة للحاجات بتاع وليد هيروح وليد مش هيروح، طبعا حاجات سوشيال ميديا وكله، مادام أنه عنده الحق أنه يتكلم فهو بيتكلم براحته يعني. بس الجد واللي هو موجود يعني اكيد يا اما هيطلع من عندي انا ولا من عند النادي الاهلي. بالنسبه لسوء التوفيق ده، فالحاجات دي ما بتشرحش يعني. في ناس فاهمه الموضوع ده وفي ناس مش فاهمه يعني. مش هنفضل نتكلم كلنا، كل واحد هتشرح له الموضوع ده، دي مساله بتاع ربنا. وفي ناس كتير ما عندهاش توفيق، بس الواحد بيشتغل يعني. فالمفروض يعني انه الوضع المحزن او الحاجه المحزنه في الموضوع ده انه الناس بتنسى كل حاجه بسرعه يعني، فاهم؟ يعني مثلا انت لو جبت 100 جون من بعدها هتضيع جون واحد، بينسوا ال 100 جون اللي جبت ولا حاجه زي كده. فالحاجات البسيطه دي هي اللي بتخلي الواحد مش فرحان. طب بالنسبة للتوفيق فده بتاع ربنا، مش هتخاني انا مع ربنا عشانك انت ولا عشان حد تاني. ما انا بعمل شغلي برضو، ما انا يعني انا برضو عاوز اجيب جون. في حد مش عاوز يجيب جون يعني ويكسب فريقه والموضوع ده، دي تبقى مسألة بتاع ربنا وكل واحد يشوفها زي ما هو عاوز. المفروض زي ما قلت، ما مش ممكن تشرح لكل الناس الموضوع ده. فالناس اللي فاهمة الكورة بتعرف الموضوع ده، والناس اللي مش فاهمة بيتكلم كتير، فخلاص خليهم يتكلموا يعني. دي حاجة بتاعهم. أنا زي ما قلت لك، لو مادام إنك أنت عندك بقك ومسموح لك تقول أي حاجة فأنت براحتك يعني، اتكلم زي ما أنت عاوز. كل واحد بتبقى عنده تجربة. فالوضع اللي هو لازم كل واحد يستفيد من الغلط اللي اتعمل ولا اللي عمله قبل. فاحنا مثلا في فلافيو مثلا بقاله زي ما قالوا لي الناس انه بقاله سنة جايب جون واحد في السنة كلها. فعادي يعني، المفروض انه الناس تستفيد من الغلط ده وما يعيدوش تاني. ده المفروض يعني. في منطق في نادي الاهلي اللي هما الحاجات ولا التوابت اللي هما موجوده والقواعد اللي هي ثابته في نادي الاهلي، انك في نادي الاهلي ما عندكش حاجه من غير تجيب بطولات. فالوضع ده يعني مرسخ لكل واحد في دماغه يعني. احنا مش جايين عشان ايه نلعب ونتفسح وبتاع، احنا جايين بنمثل النادي ونمثل انفسنا، وكلنا بنشتغل عشان النادي ده يبان في الصوره اللي هي العاديه بتاعه، انه بطولات ونجيب كل حاجه. بالنسبه للبطوله بتاع السنه اللي فاتت فبعتبرها مش بطوله كانت صعبه ده، بس يعني او في الاخير نادي الاهلي ما خد بطوله يعني. فبتلاقي الناس التانيه اللي هي بقوا بيطوروا مستواهم، بقى دوري حلو، وده اللي احنا عاوزينه. عشان لما يكون دوري حلو وتكون منافسة جديدة بتلاقي كذا حلو يعني. بالنسبة للبطولة الإفريقية بالنسبة لهم وبالنسبة لنا احنا، فدلوقتي بتشوف مادام انه المستوى بتاع البطولة المصرية تطور، فتلاقي الناس اللي بتطلع بتعمل من البطولة المصرية بتعمل شغل جامد بره، وبتلاقي فرق كتيرة بتشارك في المسابقات لإفريقيا. ده شيء حلو يعني، مش وحش. بالنسبة لنا كلنا اللعيبة دي الأسرة التانية بتاعنا، تمام؟ احنا بنقضي أوقات أكتر من نقضيها مع أسرنا، نقضيها في الملعب، معسكرات. فزي ما قلت لك احنا بنشتغل عشان نادي الأهلي يبقى حلو، مش مهم مين هيلعب. المهم انه هدفنا كله يبقى واحد،
إنه نادي الأهلي يكسب سواء في الماتشات ولا البطولات. بالنسبة لي أنا ولا بالنسبة لحد تاني يعني كلهم، لو أنا لعبت هيشجعني، لو هو لعب هيشجعه، وتلاقي الأصحاب القريبين يعني كتير، تلاقي الناس اللي بتلعب في نفس البوست، يعني مثلا أنا ومروان وجونيور يعني وصلاح وحسين كلنا بنلعب في نفس المكان، بس تلاقينا أصحاب يعني. فدي الميزة اللي بتخلينا مثلا ممكن نكون فارقين على الفرق التانية. أنا عاوز ألعب صن داونز إن شاء الله لو تأهلنا عشان نكسبهم هناك وهنا بإذن الله. الماتشات دي بالذات اللي بيكون زي ما أقول لك واحد بيفكر في الطار، تمام، زي الماتشات دي اللي بتبقى راسخة يحب الواحد يشيلها عليه. بالنسبة لي أنا ما أحاولش أتكلم يعني بس أقول لهم حاجة مش بالنسبة لي أنا، حتى مش دلوقتي أكون أنا ومش أكون السنوات اللي جاية السنوات اللي قادمة إن شاء الله. يعني ما تحبطوش أي واحد، يعني الراجل ده مثلا مروان ولا صلاح محسن ولا جونيور جاي، فده لو ضيع ولا عمل ماتش مش كويس ولا عمل حاجة مش تمام، فده مش قاصد يعني، فاهم؟ ده بيلعب ويعمل كل مجهوده عشان يفرحكم انتوا. ففي مرحلة انه اللاعب برضه بيحس انه الناس كلها هتكون معاه مش ضده، فاهم؟ الواحد لو حس انه الناس ضده ممكن كان بيدي 100% يفضل يدي 80% عشان ما فيش اهتمام متبادل يعني، فاهم؟ ما فيش احساس متبادل لهدف واحد. فانا لو انا ولا جونيور ولا صلاح محسن ولا اي واحد، لو حسين الشحات لو ضيعنا، فده مش موضوع انه احنا عاوزين نضيع ولا احنا قاصدين نضيع، لا ده احنا عاوزين نجيب بالهبل. ممكن انا برضه عاوز اجيب 10 اهداف في ماتش واحد، وده كله بنعمله عشان نفرحكم انتوا، فاهم؟ ما تخليش فكر في دماغك، ما تخليش الاحساس يغلبك، تمام؟ وتدي اشاره للراجل ده تحبطه. المعسكر ده هنستفاد فيه كتير ان شاء الله، لانه بيفرق ما بين المرحله اللي فاتت والمرحله اللي جايه، والمعسكر ده اللي هو لذيذ خفيف بيكون حلو بالنسبة لكذا واحد يعني، حتى بالنسبة للعيبة تخرج من الستريس اللي كانوا فيه عشان يرجعوا تاني فريش ويخشوا في البطولات اللي جاية إن شاء الله. وبالنسبة لعلاقتي مع اللعيبة، أنت عارف أي واحد ممكن تسأل أي واحد يقول لك وليد أزارو، لو حتى سمعت كلمة وحشة من حد لعيب هنا تعالى أديك اللي أنت عاوزه يا باشا. على اختي معلول، انت عارف يعني معلول حبيبي يعني وصديقي في الغرفة وكل حاجة، بس يعني متميز عليهم شوية. بس انا بالنسبة لي اللعيبة كلها حبايبي، وكلهم بشارك معاهم واطلع واخرج معاهم ونضحك ونهزر وكل حاجة. بالنسبة للبلاي ستيشن، انا الصراحة ماليش فيه كتير يعني، انا ممكن بلعب بلياردو بس بلاي ستيشن يعني مش متعمق فيه. فانا بشارك معاهم ماتشات يعني لما نكون في الاوضه والناس بتلعب وبتاع، انا شايف انه ممكن النمبر 1 في الموضوع بتاع البلاي ستيشن نكون الشيخ يعني احمد الشيخ. فمين تاني بيطلع من بعده مثلا حوالي الناس بتلعب كويس يعني؟ صالح ما شفتوش بيلعب صراحة يعني، حمدي وعلي معلول برضو ومحمود وصلاح محسن. صلاح محسن بيلعب كويس برضو، بس يعني الامر وار فيهم انا اللي شايف انه الشيخ يعني بيعرف كويس. وبالنسبة للجمهور الاهلي، احب اقول له يعني ان شاء الله، انا احب اطمنكم ان كلنا مركزين ان شاء الله عشان ناخد بطولة افريقيا، ده هدفنا الاول السنة دي. من بعدها بتبقى الاهداف اللي هي الثابته واللي هي العاديه بالنسبه لنا، ان البطوله والكاس
والكلام ده، بس اللي هو هدفنا ان شاء الله باذن الله نجيب افريقيا اللي هي غايبه علينا بقالها سنين. وزي ما قلت لك يعني احنا بنشتغل مع المدرب فايلر، يعني بنروح معاه في السيستم اللي هو عاوز، وبقينا قريبين يعني منه وفكره بتاعه، وان شاء الله هيبقى حاجه حلوه السنه دي باذن الله.